أهلا بكم مشاهدينا في مانشيت أحمر معي أنا إناس حليم، ونبدأ من أبرز المانشيتات. استيراد قنابل مسيلة للدموع، وأيضا توافد وزوار يدخل الذروة، تأهب للتصدي لجدر القردة، أهلا بكم. أكثر من مليون قنبلة مسيلة للدموع استوردها العراق خلال السنتين الماضيتين من كوريا الجنوبية، في ذاكرة العراقيين مشاهد مؤلمة جراء هذه القنابل التي تسببت بسقوط ضحايا إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2019، وهو ما يثير أسئلة عن سبب فتح الباب لاستيرادها وتكبيد خزائن البلاد مبالغ مالية ضخمة. وصول هذه القنابل خلال الفترة الماضية تزامن مع تظاهرات عدة شهدها العراق، خاصة لفئات الخريجين المطالبين بفرص العمل، حيث شهد استخدامها كأداة للقمع بدلا من الحوار، وكأن الجهات المعنية تسعى إلى خنق الأصوات التي تطالب بحقوقها، مستبدلة الحلول السياسية بأدوات تترك خلفها الدخان والدموع. لكن هل يعقل أن تكون هذه القنابل هي الأمل أو الأمل الوحيد لمواجهة الأزمات؟ وهل ستظل خزانة الدولة مفتوحة لشراء أدوات القمع بدلا من الاستثمارات التي تنعش الاقتصاد وتخلق فرص العمل التي يطالب بها المحتجون؟ نتابع التقرير ثم نعود لنفتح هذا المنشأ. أكثر من 4,700,000 قنبلة غاز مسيل للدموع صدرتها كوريا الجنوبية إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019. العراق من أكثر الدول استيرادا لهذه القنابل، حيث استورد 732,000 قنبلة غاز مسيل للدموع في العام الماضي، واشترى 478,000 قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام. وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني ب 649,000 قنبلة، تليها الفلبين ب 625,000، ومالاوي ب 398,000. تستخدم القنابل المسيلة للدموع بشكل رئيسي في السيطرة على الاحتجاجات والتجمعات البشرية، ولدى العراقيين ذكريات سيئة مع هذه القنابل التي استخدمت إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2019 وتسببت بسقوط ضحايا. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أثيرت تساؤلات عن سبب استيراد هذه الكميات، وفيما إذا كان اللجوء إليها يعكس حجم التوترات الاجتماعية والسياسية في العراق. تفتح تلك التقارير ملفات شبه غائبة تتمثل بدخول مواد ممنوعة أو أدوات ومعدات تستخدم عادة في انتهاك حقوق الإنسان، خاصة في ظل وجود حالات تعذيب داخل السجون أو الانتهاكات. وفي هذا المنشط ينضم معي الخبير الأمني السيد مخلد حازم من بغداد. أهلا بك سيد مخلد. العراق أكبر مستوردي القنابل المسيلة للدموع من كوريا الجنوبية، وكما معروف وكما شاهدنا تستخدم تلك القنابل لفض التظاهرات ولحرب الشوارع أيضا. كيف تقرأ استيراد ذلك العدد الكبير في ظل الاحتجاجات الشعبية والمطالب بالإصلاح؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الشرقية. على ما يبدو أن يعني الحكومة العراقية أو الوزارة الداخلية بدأت تتجهز ليكون لديها خزين من هذه القنابل، لأننا في عام 2019 يعني صدرت أصوات كثيرة حول نوع القنابل التي كانت تستخدم ضد المتظاهرين، وكانت هذه القنابل سبب في أن تسقط الكثير من المتظاهرين وأن تودي بحياتهم. فبالتالي يعني أتوقع أنه التقرير يتكلم عن أنه منذ مطلع عام 2019 ولغاية النصف الأول من هذا العام
أنه العراق استورد أكثر من 1,200,000 قطعة قنبلة هذه القنابل التي هي تستخدم لفض المتظاهرين أو فض النزاعات أو فض المشاجرات في كثير من الأحيان. لكننا من خلال معرفتنا أن هنالك أساليب أخرى قد تستخدم قبل أن تذهب باتجاه استخدام القنابل المسيلة للدموع، إذا ما كانت هنالك مظاهرات كالمياه وغيرها من الوسائل التي هي ليس فيها ضرر حقيقي على حياة الإنسان. لأننا نعرف أن القنابل المسيلة للدموع فيها ثلاث نوعيات. نوعية قد تكون تأثيرها مؤقت وهي التي تسمى بالسي إن، والنوعية الأخرى قد تكون تأثيرها يسبب يعني للحالة البدنية لجسم الإنسان وتبقى لفترات زمنية وهي CS، وهنالك نوعية أخرى هي CR، وهذه النوعية التي تودي بحياة الإنسان نتيجة عند يعني عندما يشتم هذه الغازات فهي تثقل على صدره وبالتالي يعني تسبب له ضررا كبيرا يعني حقيقة. فبالتالي يعني أتوقع لحد هذه اللحظة أتوقع أن العراق يعني لا يزال يفكر بأن الوضع السياسي في البلد، النقمة المجتمعية الموجودة في البلد لا تزال قائمة، فهو كان من أوائل المستوردين لهذه. طيب سيد مخلف، يعني أنت ذكرت ثلاث أنواع، والنوع الأخير هو الذي يودي بحياة الإنسان، وكما شاهدنا في تظاهرات تشرين كانت هنالك يعني قنابل مسيلة للدموع اخترقت جماجم المتظاهرين آنذاك، وخرجت الكثير من التقارير لمنظمة العفو الدولية وكشفت عن ذلك الأمر. لكن أين الوعود الحكومية أو أين الوعود بتحقيق المطالب بدلا من قمع الأصوات؟ يعني هذا هو حقيقة ما نأسف منه، أنه الحكومة ومنذ أن تشكلت فيما بعد 2019 هي أوعدت الشعب العراقي والمطالبين بالحقوق بالكثير من الأمور، لكن مع الأسف بقى الحال كما هو عليه. يعني اليوم المواطن العراقي يطالب بأبسط حقوقه وهي أن يعيش حياة رغيدة بخير بلد يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم، يحتاج إلى أن تكون لديه سقف يأوي نفسه وعائلته فيه، ويحتاج أن تكون لديه مرتب ووظيفة لكي يعز نفسه وأهله بهذا البلد. لكن مع الأسف لحد هذه اللحظة نرى أن المظاهرات قائمة للخريجين، لأصحاب الدرجات العليا، للعقود، يعني الكثير. طيب من هل يعكس استيراد هذا العدد الضخم من القنابل المسيلة للدموع اعتراف بفشل الجهات المعنية في توفير حلول سياسية واجتماعية بحيث تلجأ بدلا من ذلك إلى كما تحدثنا إلى قمع الأصوات المطالبة بالتغيير؟ يعني بالتأكيد من ذهب بهذه الرؤية وبهذه الفكرة انه يتجهز بهذه الكميه التي يتجهز. هي دائما يعني انا لا اعرف، يعني هو عندما يذهب بهذه الفكره فهو لا توجد لديه افكار اخرى ممكن ان يعطيها للشعب ويعامل الشعب بما يستحق، فهو يتجهز لانه يعلم ان هنالك خطا قد وقع اثناء تاديته المهام الحكوميه، فبالتالي هو يذهب بهذه الاتجاهات. هذه الاتجاه يعني هذا الاتجاه هو اكيد يكلف الدوله العراقيه. بالمناسبه حتى استخدام هذه القنابل فيها ضوابط، لا يمكن توجيه هذه القنابل بصوره يعني افقيه على المواطن. هذه القنابل تطلق في الهواء ولديها يعني اليات في عمليه الاستخدام، لكن في عام 2019 مثل ما شاهدناه كان توجه بصورة أفقية على المواطن بحيث تأتي في صدره أو تأتي في رأسه. بالمناسبة كوريا الجنوبية التي تم الاستيراد هذه القنابل منها إنها تحظر استخدام العفو، تحظر استخدام هذه القنابل. هذه مفارقة كبيرة. نعم تحظر استخدام هذه القنابل عندما كان إذا ما حصل احتجاج شعبي، لأنها هي تعتبر ما موجود في هذه القنبلة هي مزيج من المتفجر ومزيج من المواد الاستراتيجية التي تعتبر ممنوعة يعني حقيقة، وتحتاج إلى منظمات وتحتاج إلى موافقات في عملية استخدام هذه القنبلة أو شراء هذه القنبلة. لكن حقيقة هذا غير معمول لدينا في العراق، ومع الأسف نحن نسمع
أنه العراق ذهب بهذا الاتجاه وشراء هذه الكميات. كنا نطمح أنه العراق يتسابق إلى الخارج في شراء ما يخدم المواطن العراقي، نطمح أنه يذهب باتجاه ما يسلح به الجيش العراقي للحفاظ على أمن وسيادة البلد. يعني هذه الحقيقة، هذه المفارقة التي سمعناها أذهلتنا حقيقة، لأن للشعب العراقي مع هذه القنبلة ذكريات، وهذه الذكريات سطرت على جدران ساحة التحرير، سطرت على جدران الكثير من الأماكن، لأنها قد أبلت بلاء سيئا في المتظاهر العراقي الذي لم يخرج إلا لطلب الحاجة. نعم، أنت ذكرت أنها بدأت تتجهز، هل هنالك مخاوف، يعني مخاوف السلطات من تكرار سيناريو الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق منذ 2019؟ يعني حقيقة المعطيات نتكلم، يعني حقيقة السيد السوداني منذ استلامه المهام ولحد هذه اللحظة هو يحاول الدفع باتجاه تقديم ما يستطيع تقديمه للمواطن، لكن لحد هذه اللحظة يبقى هنالك نقصا كبيرا في استحقاق المواطن. ذهاب العراق باتجاه يعني أن يتجهز بهذه المادة هو أكيد لديها حسابات أخرى، لأن العراق وفي كثير من التقارير تقول أنه المواطن العراقي قد ينفجر في أي لحظة نتيجة سوء الخدمات الموجودة في البلد. فبالتالي يعني أتوقع من هذا المنطلق أنهم ذهبوا باتجاه استيراد هذه الكمية الضخمة، لأننا حقيقة نتكلم أمام واقع حال، هذا الواقع الحال لحد الآن لم يعالج. نعم ذهبنا باتجاه علاج بعض الأمور الخدمية التي هي أيضا تخدم المواطن، لكن هناك أمور يجب لها أن تعالج معالجة جذرية في موضوع يعني احتياجات المواطن، موضوع السكن، موضوع العشوائيات. لا نزال اليوم الكثير من العوائل العراقية تعيش في العشوائيات، لا يزال الكثير من طلاب الخريجين ليس لديهم وظيفة، يضطر إلى أن يذهب باتجاه العمل في أمور لا تليق بشهادته ولا تليق بكونه عراقي. يعني الكثير من الأمور حقيقة اليوم نتكلم بها والألم يعتصر قلبنا، لكن حقيقة ومع ذلك نرى أن هنالك سرقات يوميا يتم الكشف عنها من قبل هيئة النزاهة، وهذا هو الذي يعني يجعل المواطن يعني يصل إلى مرحلة قد يخرج من عنق الزجاجة مرة أخرى كما حصل في عام 2019. طيب سيد مخلد، يعني هنالك تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه يعني السلطات المعنية، لكن هل اليوم تلك من أولويات السلطات لكي تستورد هذه الكميات الضخمة من القنابل؟ أبدا، يعني أبدا. أنا أتوقع أنه هذه سوف تعتبر مثلبة على الحكومة العراقية، لأنها لم تذهب باتجاه الانفتاح مع الخارج لاستيراد شيء يخدم المواطن، فبالتالي اليوم ذهبت باتجاه شيء ما يكتم أنفاس المواطن. وهذه القنابل هي يعني في كثير من الأحيان ذهب ضحيتها الكثير من الشباب، فكيف تعيد هذه الكرة؟ مع العلم أن هنالك أمور أخرى يمكن التعامل بها مع الاحتجاجات، مع المظاهرات، لكن ما نذهب إلى آخر الاحتمالات وهي القنابل المسيلة للدموع، هذا حقيقة يعني فيه كثير من الأسئلة نحتاج الحكومة أن تجيب عليها. ولماذا ذهبت باتجاه استيراد هذه الكمية الضخمة؟ هل لأننا مقبلون؟ هل لأن هنالك نوايا أخرى؟ لماذا هذه الكمية؟ فأكيد اليوم هذا يعني هذه التقارير التي سمعناها هو شكل امتعاض للمواطن العراقي بأننا يجب أن ننتقل لمرحلة تكون فيها الرفاهية أكثر للمواطن العراقي، لكننا نتفاجأ بأن الحكومة جهزت هذا الموضوع لأجل هي تعلم لأجل أن هنالك خطأ قد وقع وتسببت به الحكومة للمواطن العراقي، وهي تتجهز بهذه القنابل مع الأسف. طيب الحديث عن استيراد هذه المواد ألا يفتح مثلا أيضا دخول مواد إلى السجون أو معدات تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان؟ يعني موضوع السجون يعني هذا موضوع آخر، وهذا الموضوع فيه مشاكل كبيرة، وهذا الملف يعني بالمناسبة من الملفات المعقدة. اليوم السجون يعني هنالك مافيات تدير السجون من داخل السجون، ومافيات تتحكم بالخارج من داخل السجون. يعني حقيقة
هذا الموضوع لا أتوقع أنه من السهولة السيطرة عليه، لأن طالما كانت هنالك رشوة فإن هذا الموضوع يبقى فاعلا، لأننا متى ما حاربنا الرشوة، متى ما حاربنا سرقة المال العام، متى ما جعلنا الشخص المناسب بالمكان المناسب، يعني نستطيع أن نقول أننا قد تقدمنا خطوة إلى الأمام. لكن هذا هو واقع حال العملية السياسية وبناء العملية السياسية، لأننا عندما أتينا أو أتت السلطة الحاكمة إلى العراق لم تفكر ببناء المؤسسات، وإنما جعلت المؤسسات مكاتب اقتصادية لفائدة الأحزاب والكتل السياسية. لذلك قسمت هذه الوزارات، وهذه الوزارات قسمت وكلاءها ومدراءها العامون وحتى الدوائر التابعة لها. لذلك اليوم نرى أن موضوع السجون وما يحصل في السجون وانتهاك حقوق الإنسان في السجون، هذا هو شيء ونوع من الابتزاز الذي يمارس داخل السجون من أجل أهداف مادية. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الأمني السيد مخلد حازم، كنت معنا في هذا المنشط، شكرا جزيلا لك. حالة طوارئ أعلنتها منظمة الصحة العالمية إثر تفشي جدر القردة، مع تأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة وانتشار سلالة جديدة من الفيروس. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا قالت إن جدر القردة تفشى بشكل كبير بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس. وفي العراق أثيرت مخاوف من تكرار الإجراءات الاحترازية التي اتخذت إبان تفشي وباء كورونا في ظل نظام صحي متهالك يداوي الناس وهو عليل. إذن ما هو جدر القردة؟ مرض يسببه فيروس حيواني المصدر، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من حيوان إلى آخر، كما أنه ينتشر أيضا بين الأشخاص. الأبحاث الطبية تشير إلى أن جدر القردة يصيب معظم الفئات العمرية ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، إذ في معظم الحالات تختفي تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة. لكن كيف ينتقل الفيروس؟ ينتقل جدر القردة من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية من خلال التلامس المباشر مع الدم وسوائل الجسم والآفات الجلدية أو المخاطية للحيوان المصاب، أو تناول اللحوم غير المطبوخة بشكل كاف من حيوان مصاب. وفي هذا المنشط ينضم معنا الدكتور شاكر جواد، المستشار الأقدم في الصحة الدولية. أهلا بك دكتور شاكر. الحجر الصحي ومنع السفر والتباعد الاجتماعي والكمامات، هل يعيدنا جدر القردة إلى كوابيس كورونا؟ تفضل. مساء الخير وشكرا جزيلا على التقديم لحضرتك والقناة الشرقية والمنشط الأحمر وإلى كل المشاهدين والمشاهدات المحترمين. في الواقع التفشي هذا هو ليس أول تفشي لفيروس الامبوكس، وحاليا منظمة الصحة العالمية تريد تتجاوز موضوع كلمة القردة لأن فيها يعني وصف غير مناسب للبشر، فتستخدم مصطلح الامبوكس كاسم للمرض بدلا من جدر القردة، بس اسمها العربي ماشي. المهم التفشي الأول حصل عام 2022، وأيضا أعلنت حالة طوارئ صحية دولية في ذلك الوقت، واستمرت حوالي 9 أشهر وبعدين أعلن عن انتهائها. بعدين ثبت أن انتقاله كان تقريبا محصور بين الأشخاص المثليين الذكور الذين يمارسون الجنس مع ذكور، كانت هاي الطريقة الأساسية للانتقال، مع حالات نادرة للانتقال بشكل آخر، وكذلك الانتقال بين حيوان وإنسان موجود، هذا يعني هو من تقريبا عقود طويلة معروف موضوع انتقال فيروس جدري القردة إلى الإنسان، بس كان محدود. الآن ظهرت سلالة جديدة قابلة على الانتشار بطرق أسهل، والدليل أنه معظم الإصابات حاليا 70% من الإصابات اللي صارت في السلالة الأخيرة اللي ظهرت في سبتمبر أيلول عام 2023 وبدأت بالتزايد هي بين الأطفال، فهذا يلغي موضوع الاتصال الجنسي كسبب رئيسي. الأطفال هم الضحايا الأساسيين، 70% من الإصابات أطفال، 80% من الوفيات هي في الأطفال،
فهذا من خلال 17,000 إصابة جرت منذ ظهور المرض في سبتمبر لحد الآن، طيب وهذا دكتور، تمثل نعم زيادة. دكتور شاكر، أنت ذكرت أن الصحة العالمية ذكرت أن ذلك الوصف لا يناسب الإنسان، لكن ما علاقة هذا الفيروس بالقردة؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ الفيروس اكتشف عام 1958 في أحد القرود أثناء يعني إجراء فحوصات عليهم تبين وجود هذا الفيروس، ولم تظهر هناك إصابات بشرية، لأنه الإصابة البشرية بفيروس جذري القردة بالضبط مشابهة للإصابة البشرية، شوية تكون أخف من عنده، لذلك كانت الإصابات تختلط، ما نعرف شنو اللي موجود عند الإنسان هذا، هل هو جذري قردة أم جذري بشري. لكن عام 1970 بعد أن تمت السيطرة تماما على الفيروس الجذري البشري القديم السمول بوكس، ظهرت إصابة في طفل عمره 9 أشهر في الكونغو، وعاش ما توفى يعني، بعدها مشفى بعد إجراء التحليلات تبين أنه هذه هي أول إصابة تعرف وليست تسجل، تعرف أو تسجل ولكن ما ندري ايش قد صاير قبلها من فيروس القردة، لذلك تم تسميته بفيروس القردة تفريقا إلى عن طيب الفيروس البشري اللي كان انتهى ذاك نعم الوقت. طيب دكتور شاكر، يعني هنالك تخوف عالمي وايضا هنالك ايضا تخوف محلي، لكن من اعاده كابوس كورونا ايهما اخطر؟ هل فيروس كورونا كان اخطر ام جدري القرده هو اكثر خطوره؟ احنا نعم، شكرا على السؤال. احنا نسوي ما يسمى بالريسك اسسمنت، تقييم المخاطر، لما يظهر اي جائحه، مو جائحه بعدها، هو يعني فاشيه احنا نسميها، او وباء او ابيديميك، لما تظهر فاشيه جديده نقيم المخاطر. اولا، هل ان الفيروس اخطر او لا؟ الفيروس هذا اخطر من فيروس كورونا من ناحيه عدد الوفيات المتصله به، تقريبا ظهر في بعض المناطق يوصل إلى 10%، رغم أنه لحد الآن إحنا المسجل ما عندنا أكثر من 1%. 10% تصير في مناطق اللي أساسا ما بها رعاية صحية، فالشخص اللي يصاب تقريبا ما يحصل له رعاية صحية فيموت، فلذلك غير واضحة. بينما طريقة الانتشار في كورونا هواية أسهل، رغم أنه نسبة الوفيات أقل، لكن طريقة الانتشار في كورونا أسهل. أشبه لك الانتشار مع الكورونا، إذا واحد يدخن سيجارة في غرفة ويبقى فد ساعة يدخن ويطلع، من تدخلين للغرفة تشوفين الدخان منتشر في كل مكان نعم بالغرفة، يعني ينشاف بالعين وينشم. هذه طريقة انتقال الكورونا، كانت تنتقل بالهواء بشكل عام عن طريق الايروزول، بينما هذا الانتقال مال هذا الفيروس يجب أن يكون هناك تلامس مباشر بين الإنسان المصاب والإنسان السليم، أو الحيوان والإنسان، وكذلك ينتقل عن طريق القطيرات، يعني واحد يكون مقابل لشخص ويحكي وياه ويطلع رذاذ او لعاب من حلقه يسقط على الشخص الاخر ويصيب الانسجه المخاطيه إذن الشفتين. انتشاره أقل من انتشار فيروس كورونا. اصعب بكثير، نعم اصعب نعم. بكثير من انتشار الفيروس، ولكن اذا اصيب الشخص به نسبه الخطوره به اعلى. فمن طيب نسوي تقييم المخاطر، نعم العالم الان يعني منظمه الصحه العالميه يعني قلقه ولكنها غير خائفه من انه هذا يتحول الى جائحه بحجم جائحه طيب كورونا. ما أعراض ذلك الفيروس؟ أعراضه مثل أي التهاب فيروسي، تبدأ بصداع وحمى وحرارة وأوجاع بالعضلات وغدد لمفاوية في المنطقة اللي تعرضت للإصابة الأولى تتضخم. والنقطة الأساسية بالفرق بين الأعراض الفيروسية الأخرى هو ظهور نفطات أو حبوب على الجلد، مثل ما نعرفها حبوب الجدري، تظهر على الجلد خاصة في الوجه والأطراف، يعني ما تظهر هواية بالبطن والظهر والجذع، تظهر اكثر على الاطراف والوجه. هذه الحبوب تظهر بعد يعني تقريبا 3 4 ايام من ظهور الاعراض الاولى اللي هي الحمى اللي ذكرناها. بعدين هذه تتيبس، يعني اول شيء تنترس بسائل داخلها، بعدين تنفتح وهذا سائل معدي جدا، بعدين تتيبس تتحول الى قشور، وهذه القشور تبقى معدية، فيبقى الشخص معدي ما دام القشور موجودة على جسمه الى ان تختفي تماما ذاك الوقت، يلا تتوقف عملية العدوى. فترة حضانته طبعا تتراوح من 4 5 أيام إلى 21 يوم كحد أقصى، يعني حتى تظهر الأعراض الأولى اللي ذكرناها، الحمى والهاي. العدوى تكون من السوائل مال الجسم اللي هي ذكرناها، يعني الاتصال الجنسي اللعاب أو الحيوانات اللي يعني تؤكل، حضرتكم ذكرته في التقرير، إذا ما كانت مطبوخة بشكل جيد، أو التماس مع الحيوانات البرية. و النقطة الثانية المهمة جدا
هي انه لما تظهر الحبوب على الجلد وتظهر منها السوائل والقشور، يجب تماما الابتعاد، ليس عن الشخص فقط، وانما عن سريره، عن ملابسه، عن الادوات اللي يستعملها، الاقداح، الملاعق، الصحون. يعني يجب ان تغسل بعنايه خاصه من خلال ارتداء كفوف. الكمامه طبعا تقي جدا، لانه القطيرات الثقيله لا تمشي مسافه اكثر من 6 اقدام، يعني تنتقل عن طريق السعال والعطاس، ما تنتقل مسافات بعيده لان ثقيله، فال6 اقدام كافيه كتباعد. الكمامه خصوصا اذا كانت من نوع N95 اللي هي جيدة الحماية، تقريبا تقي من المرض. وإذا واحد يغسل إيده بشكل مستمر لازم، يعني وطبعا اللقاح موجود، لقاحات موجودة، بس لا يوجد طيب، الآن تعميم يعني بإبقاء كانت اللقاح. هنالك لقاحات استخدمتها البشرية ابان ظهور فيروس كورونا، لكن بالحديث عن ذلك الفيروس المنتشر، يبدو أنه يعني كما تحدثت هو انتشر منذ عام 1958، لكن لم يظهر بشكل علني أو بشكل كبير في هذه الأعوام، لكن هل وجدت له لقاحات آنذاك وتستخدم الآن؟ بسبب الطبيعة الجينية، التركيب الجيني لهذا الفيروس، بسبب التركيب الجيني لهذا الفيروس اللي هو مشابه جدا لفيروس الجدري البشري، فلقاحات الجدري البشري أيضا مؤثرة في الحماية من عنده، وموجودة لقاحات، وأحدها هو اللقاح الأكثر أهم، يعني اللي موجود حاليا، اللي هو اسمه الجينوس. الجينوس يعطى بجرعتين بيناتهم 28 يوم، ويوفر الحماية حتى بعد التعرض. ممكن ناخذ الفيروس، عفوا ناخذ اللقاح، يعني مثل قلنا قبل في أيام كورونا إذا أنت مريض ما تاخذ اللقاح، هذا بعد 3 أيام بعد التعرض تقدر تاخذ اللقاح ويحميك من المرض بشكل لا بأس به، نسبته يعني حوالي 66 إلى 70% يحمي، بس إذا أصيب الشخص بالمرض يكون خفيف وبدون مضاعفات عن المرض. نعم، طيب كذلك طبعا العلاج الداعم ضروري اللي هو دخول. نعم دكتور شاكر، ما الواجب على المواطن أن يفعل إذا ظهرت عليه علامات يعني الإصابة أو الاشتباه بذلك المرض؟ يعني اولا يجب ان يقي الاخرين، يعني يحاول ان يحجر نفسه ويتصل بالسلطات الطبيه، يعني يروح يراجع على طبيب، وبعد ان يكون لبس ماسك ولبس يعني حمايه، يعني يحاول ان ما يمسك شيء ويلبس كفوف، ويحاول ان يحصل رعايه طبيه، والرعايه الطبيه موجوده، لان الرعايه الطبيه اللي توفرها المستشفيات الداعمه، يعني الرعايه الداعمه مو صعبه، يعني فد رعايه بسيطه، يعني هي يعني سوائل وراحه ومضادات للحراره ومضادات للالم، ومعظم الناس يشفون، يعني نسبه الوفيات 1% لحد الان، يعني 99% من المصابين هم ينتهون يعني بشفاء تام. يعني لنكبر حجم المشكلة، لحد الآن المشكلة ليست مقلقة، واللقاح ليس مطلوب للجميع، اللقاح يعطى فقط لمجاميع خاصة، الأطباء والممرضين والممرضات اللي هم بتماس مع المريض، لأن يعني هذول يكونون أكثر عرضة للإصابة، وبعض الفئات ذات الاختطار العالي اللي عندهم أمراض مناعية أو أمراض، أو كبار جدا في السن وعندهم نقص في المناعة، هذول فقط اللي نلقحهم. لا يوجد قرار بتلقيح جماعي حاليا في المناطق اللي احنا عايشين بها، سوى المنطقة الموبوءة في الكونغو، هي حاليا قابلها لها طيب حوالي لماذا 10 ملايين. انتشر في القارة السمراء؟ يعني هو ظهر هناك وهو يصيب القردة، والقردة هناك من الحيوانات اللي يعني ممكن انه موجودة في تلك يتعاملون الدول. معها الناس كحيوانات أليفة، نعم، في البيئة، فلذلك بدأ وياكلوها، يعني لحومها تؤكل، لذلك اذا ما تطبخ جيدا ممكن ان تسبب المشكلة. أما شكرا جزيلا لك المستشار الأقدم في الصحة الدولية الدكتور شاكر جواد، كنت معنا في هذا المنشأ، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وأيضا أنتم مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم في منشآت أخرى، إلى اللقاء.